أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن الدولة المصرية تولي أهمية بالغة لتعزيز الإنتاجية وزيادة التنافسية والنهوض بالصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الصلة. خلال لقائها مع وزير العمل محمد جبران، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الداعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل الشاملة. من جانبه، أكد وزير العمل أن وزارة العمل تحرص الآن على رفع كفاءة مكاتب العمل على مستوى الجمهورية، وذلك لتتناسب مع منظومة العمل الإلكترونية والتحول الرقمي. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة لشركة ماجنم العقارية لإنشاء مشروعها الاستثماري بالعاصمة الإدارية الذي سيمهد لمرحلة جديدة من التطور بالقطاع العقاري المستدام، مشيدا بجهود الشركة في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للاستثمار في هذا المشروع. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع الرئيس التنفيذي لشركة ماجنم العقارية الذراع العقاري لمجموعة روابي القابضة بالمملكة العربية السعودية لاستعراض مشروعها الاستثماري بالعاصمة الإدارية باستثمارات تبلغ مليار دولار. استعرض نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ياسر عباس أهم تطورات مناخ الاستثمار في مصر والضمانات والحوافز الاستثمارية الجديدة التي يتم تقديمها للمستثمرين وحزم الحوافز والتسهيلات المتنوعة التي يتم اعتمادها حسب احتياجات كل قطاع اقتصادي. جاء ذلك خلال اجتماع عباس مع وفد شركة باري كاليبو السويسرية برئاسة فامسي موهان رئيس الفرع الإقليمي للشركة لبحث خطط الشركة للاستثمار في السوق المصرية. هذا وأعلن موهان إقامة مشروع في مجال صناعة الشوكولاتة باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار لتلبية الطلب في السوق المحلي الضخم، بالإضافة إلى الاعتماد على مصر كمركز إقليمي لتصدير منتجات الشركة. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة التوتر الجيوسياسي إلى صراع أوسع في المنطقة. وانخفض المؤشر السعودي بنسبة 1.6% ليلامس أدنى مستوياته منذ 11 من سبتمبر، كما خسر المؤشر القطري ما نسبته 0.5%. ذكرت صحيفة ألمانية أن وزارة الاقتصاد الألمانية تخطط لخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2024، إذ تتوقع انكماشاً بنسبة 2%. تأتي توقعات الانكماش المعدل حسب التضخم في أعقاب توقعات حكومية سابقة بنمو قدره 0.3% هذا العام بعد تراجع بلغ 0.3% في عام 2023.